كلامنا كان رايح مع كابتن خالد جدالة طبعا لماتش الهلال، بس هو كان ليه تعليق اخير على ماتش المريخ. اتفضل كابتن خالد. ان باذن الله ماتش المريخ ده 50% من المشوار، يعني باذن الله تعالى من اول دقيقه لازم نضغط على فرقه المريخ، وباذن الله لو قدرنا نجيب هدف مبكر ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. بقى لا انا من المبكر ده بنريح بعد المبكر ده كابتن خالد، ما هو ما اعرفش ليه يعني معلش لو ما نجيب جون ونريح وما يجيش في الاجوان احسن ما نجيبش، احسن ما نجيبش ونقعد على اعصابنا. فدي نقطه مهمه لا بس جدا. انا اتعودت على الاهلي طبعا، يعني دايما عنق الزجاجه يعني في اي ماتش بيلعبوا الاهلي مع مين بصرف النظر دوري بطوله افريقيا كاس عالم، بيبقى دايما انك انت تحل عقده الفريق المنافس وتسجل الاول. أيوة. بحس ان الماتش بالنسبه للجمهور ابتدى من هنا، من اللحظه اللي الاهلي سجل فيها بحس انه هنبتدي نلعب كورتنا، الفريق اللي بيلعب قدامنا هيبتدي يطلع بقى من حاله التكتل ويحاول يهاجم او يعوض، فتبقى فيه المساحات فالاهلي يلعب كورته فتبقى المباراه سهله. لكن سيناريو المريخ اللي فات بيقول غير كده، بيقول انك بعد ما جبت جون وجبت التاني وراكب المباراه ومسيطر عليها فجاه مره واحده معرفش كان في ايه. أيوة. تراجع شديد جدا في الاداء، هجوم من المريخ هدفين استقبلناهم، ولولا طبعا كره السوليه كانت بقت الحسابات النهارده مشكله معقده جدا جدا جدا. لا اكيد اكيد لاعبتنا اتعلموا الماتش ده، يعني اكيد اللعيبه اتعلموا من ماتش المريخ اللي خلص 3-2 اللي احنا كسبناه 3-2، ومتهيألي الدرس دون درس يعني هم استوعبوه بشكل كبير جدا ومش هيتكرر. يعني باذن الله مش هيتكرر، لان زي ما انت قلت جبنا جون في الثاني وبعدين يجي فينا هدفين وعمرو سوليه في الاخر يجيب جون ونكسب بيه. طبعا فالسيناريو ده باذن الله مش هيتكرر، يعني ربنا يكرمهم ونضغط على فرقه المريخ من الاول ونقدر ان احنا نسجل بحيث ان احنا نخلص الماتش ونفتح الماتش من بدري باذن طيب. الله. تسمح لي طبعا موضوع الاوتوبيس وتاخر وصوله كابتن خالد، هل حقيقي ممكن يبقى ليه تاثير سلبي على الفرقه قبل بدايه المباراه؟ ممكن، بس هو دي حرب نفسيه يعني. فرقه سان داونز خلي بالك بت 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 يعني بتفكر في كل التفاصيل حتى الصغير ازاي يتعبوك، فهم حربونا نفسيا بحته تاخير الاتوبيس، مش عارفين نخش الملعب والاتوبيس اتاخر والزحمه وناس واقفه قدام الاتوبيس، كل ده عشان هو بيحاربك نفسيا بحيث ان انت لما تخش. انما لعبتنا عندها من الخبره المواقف دي المفروض ما تاثرش فيهم خالص يعني. عندهم من الخبره الافريقيه خبره كبيره يعني. طيب.